السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، استكمالا لتتبع ديال الأشغال ديال كيئة ديال الطريق السريع الحضاري. أنا دابا كنتواجدو في السطر الثاني. السطر الثاني مقسم إلى سطرين، كاين السطر الأولي فيه جي تي إر، وكاين السطر الثاني اللي فيه الشركة ديال أليك. كما كتشوفوا معايا هنا الأشغال ديال التهيئة ديال الانفراستركتور، هنا غالب الأحيان غتكون داكشي ديال التليفون، الهاتف، الفيبر اوبتيك. المهم انا ما عنديش معلومات بالضبط، ولكن الاشغال هنا راه مستمرين. كما كتشوفوا معايا هنا كاين جوج الالات، كاين هاد الاله هادي، كاين هاديك داك البوكلان اللي كاين. المهم التوقيت بالضبط 4:17 دقيقة، يوم لو سيس، يوم الخميس، لو سيس سويت 2024. المهم غنشوفو هادي هي كانت ستاسيون جوج. علاش جابوا هاد البوكلان هذا؟ لان هاد المنطقه هادي، المنطقه هادي فيها الحجر، كاين بعض المناطق اللي كيكونوا صعاب. هاد المكان هذا جابوا لي هاد البوكلان هذا اللي فيه ديك البارتيه شات هي سميتها ماركو يمكن، ولا ما عرفتش كيقولوا ليها داكشي. علاش جابوا لي هاد البوكلان هذا؟ المهم المكان ديال التواجد ديالي هو هذا، انا كاين حدا كنتيا قريب لا اش كيقولوا لي قريب لك السبيطار. هو السبيطار، داك هو السبيطار ديال المستشفى الجامعي. كاين ماكدونالدز، ايه راه هانتوما دابا كتسمعوا، إلا سمعتوا بالفيديو راه تسمعوا أشغال ديال ديال هاد البوكلان هذا، راه كيتبقى الحجر حتى هنا غادي يخديو في الوقت. نشكروا بعدا هاد العمال هادو كاملهم ديال اريك، لان هاد الظروف هادو فاش كيخدمو راه ظروف اللي هي صعيبة. كنا
الناس اللي كيقول لك راه كاين فرص ديال الاشغال ولا شي حاجه اخرى بحال هادي يحاول يجي يخدم هنا غير نهار واحد نهار واحد الله لك هذه إعادة تهيئة ديال صالح المدينة يبقى واحد حاجة اللي نقصها ومرة مرة تفتح الأرضية اللي مهمين مهمين بزاف هذه الطريق السرع الحضاري قليلا غيكون ضرب 21 عام لا يكون ضرب هذا قاضي الغرض اوليدي يجيبوا اللي مهمات خفيفة
هنا كامل راه خدموها الخوت ما كتشوفوا معايا كامل هنا دابا خدموا تمو دابا من ماكدونالد راه هو ماكدونالد هاي كلشي هادشي دابا خدموا تمو دابا كتشوفوا معايا احنا دابا راه كنخبروا لكم وكنجيو لهاد الافراش هادو كنتمنوا انكم دعمونا بدي لايك ديالكم في الكومنتات نتمنى اننا كنا صورنا لكم بما فيه الكفايه هذا ورش هذا تقرا هاد الماء ديالي رجع عليها الا كتصور هنا وما عندك تقرا هاد الماء راه عزك الماء بسم الله. اذا هنا اترككم والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله.